إذا للحديث عن الأهداف وراء سيطرة ميليشيا الحشد على مليوني دونم في محافظة المثنى، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني شركة المهندس التابعة لميليشيا الحشد تبدأ مشاريعها بالاستحواذ على مليوني دونم، ما يعادل 9% من مساحة محافظة المثنى، ولكن هل الغاية بالفعل زراعة النخيل في تلك المناطق سيادة العميد؟ حياك الله أخي الفاضل. حياك الله سيدي الكريم. أخي الكريم، هل من دمر العراق واستباح أرضه وأهله لـ20 عام يساهم اليوم في إعمار هذا البلد؟ سلوك وتصرفات نهج الميليشياويين لا يشير إلى أنهم دعاة إعمار وبناء. نعم. ولا يمكن لزعامات الميليشيات أن يكون رجالات دولة وإصلاح. فالنظام الإيراني منذ احتلال العراق يسير وفق تعبية التدرج في الاستيلاء على العراق أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا ثم جغرافيا وفقا لاستراتيجية توسعية في المنطقة، والميليشيات هي إحدى أدوات تنفيذ هذه الاستراتيجية. لذلك كان الهدف من تأسيس شركة المهندس هو أملشة الجغرافيات وحجدنة الاقتصاد، ووفق هدف التأسيس هذا واختيار الجغرافيا هذه والجهة المنفذة نستطيع أن نستدل على الغاية الحقيقية لهذه الشركة المتأملشة، بعيدا عن زراعة النخيل الذي يتخذ عنوان يغاير المضمون لتمرير غايات خطيرة في هذه المنطقة، منها توجيه الصواريخ والمسيرات وزراعة المخدرات والاستيلاء على الأرض والاقتصاد لتهريب وغسيل الأموال. إذا ما تحدثنا عن جغرافية المنطقة، يعني لماذا هذه المخاوف حول هذه المنطقة بالذات سيادة العميد؟ أخي، هناك أسباب وأهداف تقف خلف هذه المخاوف والسعي الميليشياوي للسيطرة على هذه المنطقة. نعم. جغرافية محافظة المثنى ومنها بادية السماوة تضم في ثناياها موارد طبيعية ونفطية وثروات معدنية لم يتم استثمارها، وهي قريبة من سطح الأرض، أي مما يجعل استثمارها غير مكلف، وبهذا يتم سرقة الأرض وما تحويه. من الناحية العسكرية والأمنية تصنف هذه المنطقة الحيوية ذات الاهتمام العالي وفق التخطيط الإيراني المستقبلي، وشركة المهندس ستكون هي المعول الذي سيتم تحويل هذه الأرض إلى بؤر قتل ينطلق منها كافة أنواع الإرهاب تجاه دول الجوار. وهناك سبب آخر لسعي شركة المهندس، وأن المملكة العربية السعودية عام 2020 تحركت للاستثمار في هذه المنطقة من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، لكن الميليشيات والأحزاب وقفت بوجه هذا التوجه، تعتبر ذوبة تهديد الأمن باعتبار أحد أنواع الاستعمار الجديد بحسب قولهم. وفق هذه المعطيات الثلاث، اقتصادية أمنية سياسية، تحرك شركة المهندس للاستيلاء على محافظة المثنى وبادية السماوة فيها. حتى لا نغادر هذه النقطة ولكن بتفصيل ربما يكون أكثر دقة، سيادة العميد، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التوجه لدى ميليشيا الحشد هو اختبار حقيقي للاتفاق السعودي الإيراني، وبالتالي نية الميليشيات الموالية لإيران تجاه الرياض بشكل محدد؟ أخي، أنا حقيقة لا أميل لتسمية الاتفاق السعودي الإيراني بالاتفاق، بل أستطيع أن أصفه بالتهادن المؤقت الذي سينهار سريعا، نظرا لأن النظام الإيراني لا عهد ولا وعد له، وهذه من ثوابت عقيدته ونهجه. أما نوايا الميليشيات وإمكانية امتثاله لهذا التهادن، فأقول أن الميليشيات هي أدوات تنفيذية مجردة تحرك إيرانيا ونواياها وسلوكه وأفعاله وانعكاس للرؤية الفارسية الصفوية في المنطقة العامة والعراق خاصة. لكن أستطيع أن أجزم بأن جغرافية المثنى وبادية السماوة سوف لن تكون مصدر لهبوب نسيم النخيل، بل ستهب منها رياح وغبار الصواريخ والمسيرات والمخدرات باتجاه دول الخليج العربي، وهذا ما لا نتمناه. سيادة العميد، ولكن ناشطون تحدثوا عن انتشار عناصر تابعة للاستخبارات الإيرانية قرب حدود السعودية في بادية السماوة في محافظة المثنى. من الناحية العسكرية الاستراتيجية، يعني لماذا تريد إيران والميليشيات بناء قاعدة عسكرية خاصة في تلك المنطقة؟ أخي، التحرك لم يكن وليد اللحظة. منذ عام 2017 والنظام الإيراني واستخباراته وحرس الثوري
والميليشيات الولائية يتحركون بقوة في الجغرافيات المحاذية للمملكة العربية السعودية. نعم. وفق عمليات استطلاع بري، تثبيت مواقع عسكرية وأمنية مستقبلية، وأيضا هي تديم عمليات الاستطلاع هذه سعيا منها لاختيار مواقع مهمة ومحصنة لتأسيس مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومراكز اتصالات وتنصت إلكتروني ومناطق ومواقع إطلاق للصواريخ والمسيرات المتحركة. لذلك إيران اليوم وعبر هذه الشركة، شركة المهندس الحشدية، قد لامست الجغرافيا السعودية الشمالية والتي تراها بنظر إيران التهديد الرئيسي الواقع وليس المحتمل لمشروع التوسع في المنطقة. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.